انتكاسات بالجملة تلك التي تعصف بالقوات الأوكرانية التي ظنت أن هجوم كورسك سيخفف الضغط عن الجبهة الشرقية ويحول الأنظار إلى الداخل الروسي ليرغم الروس على إجراء المفاوضات. لكن أنباء الساعات الأخيرة تشير إلى أن المعارك والهجمات ستدخل في منحى تصاعدي. يقول قائد قوات أحمد الروسية الخاصة الشيشانية اللواء أبتعلاء الدينوف لوكالة تاس إنه جرى تحرير نحو 10 مناطق سكنية في كورسك، وإن كييف تكبدت خسائر تقدر بأكثر من 7000 عسكري وما يزيد عن 300 مدرعة في منطقة سوجا وحدها في مقاطعة كورسك. وعلى الهامش فإن الدينوف أشار إلى أن معظم المدرعات غربية الصنع، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن مناطق سيطرة الأوكرانيين آخذة في التقلص استناداً لآراء المحللين العسكريين. لكن مع هذا التراجع الأوكراني في كييف والأهداف الأوكرانية والغربية التي ظلت حبيسة الخطة والتكتيكات باستثناء ما تحقق منها عبر مكاسب بسيطة على الأرض، كيف كان رد الجانب الأوكراني؟ شنت كييف ثاني أكبر هجوم من نوعه منذ بدء الحرب بالطائرات المسيرة على موسكو، وعلى الرغم من أن الدفاعات الأخيرة تمكنت من إسقاط 144 مسيرة منها إلا أن بعضها تمكن من بلوغ أهدافه في العمق الروسي، حيث قوبل الهجوم باستهداف روسيا البنية التحتية للطاقة في 6 مناطق في شمال شرق البلاد خلال الساعات الماضية، مخلفة أعطالا مؤقتة في 3 محطات طاقة فرعية على الأقل. في الجبهة الشرقية وفي كورسك تتخبط القوات الأوكرانية بحثاً عن حل يخفف أثار توغل اعترف القادة أنه لم يحقق أهدافه في إجبار موسكو على تحويل قواتها وتخفيف الضغط عن الجبهة الشرقية التي تشهد توتراً يزداد مع مرور الساعات واقتراب الجيش الروسي أكثر فأكثر من مدينة بوكروفسك التي تعد واحدة من المعاقل الدفاعية الرئيسية لأوكرانيا، والتي تشير وكالة أسوشيتد بريس إلى أن بعض الجنود فيها أصبحوا يختارون الابتعاد عن مواقع القتال مع تقدم القوات الروسية التي تفوقهم بالعدة والعدد. وهذه معطيات تشير بدورها إلى أن التوغل في كورسك أضعف ثقل القوات الأوكرانية في أماكن أخرى، بل وفتح المجال أمام تقدم روسي تسعى فيه موسكو إلى ضبط البوصلة فوق أراضيها دون التفكير بمفاوضات تشبه المثل القائل مرغم أخاك لا بطل.